خصو يوضعوا لحد اللي بغى يوضعوا لحد راه هذه الطريقه هذه ديال فك ديال هذا ديال ديال التحريك ديال الشكايات والمتابعه ديال النص اللي فيه مرشوه الابتزاز. اما نتوما باش تبقاو فوق القانون وتبقاو محصنين وتبقاو كتجمعوا ثروات كبيره راه لا يعقل، راه غير هذاك الشيء ديال اسكوبار الصحراء راه كان خطير، راه من عندكم خرج، راه ماشي من التفاهم التيك توك، راه اللي خرج من عندكم اخطر من التيك توك. تيك توك بعدا على الاقل المجتمع تيميز، راه هذيك هذاك القناه ما غنتفرجش فيها ما غنشوفهاش، داك التيك توك داك الشيء كتروج ديك السيده ولا داك السيد ما غنشوفوش، يقول فيه اللي بغا، انا ما غندخلش ليه ما غنشوفوش. ولكن نتوما فرضتوا على البلاد مسؤولين فاسدين، فرضتوا عليهم مسؤولين فاسدين، فرضتوا عليهم ناس تيقلبوا على الثروه، فرضتوا عليهم لصوص، استعملتوا البرلمان باش تحميوهم. علاش كل اللي منعك انت كوزير العدل ولا كحكومه تقول اسيدي هادشي ديال الفساد كثير وبزاف وكذا وكذا، راه جايين باش نطبقوا. اذا هادشي راه لا يعقل، راه البلاد اليوم راه المجتمع ساكت. علاش؟ حيت مقدرين الظروف ديال البلاد والاكراه ديال البلاد والتحديات ديال البلاد ومستعرفين الخطوره ديال المسؤوليه، وحنا بلادنا فيها الاستقرار فيها الامن، الناس كتخرج بخير وعلى خير كتدخل بخير وعلى خير، بمعنى نحافظوا على هذا الشيء. كيفاش غتحافظوا عليه؟ ما يمكنش تحافظوا عليه وانتم كتطحنوا في الناس، ما يمكنش. باش تحافظوا على هذا التوازن، شنو هو التوازن في المجتمع؟ هو هذا، هو الجمعيات يدوي والصحافه تدوي النقابه تدوي الاحزاب تدوي والمتغولين يدويو، وتنحافظوا على النوع ديال التوازن في المجتمع باش ما يختلش هذا التوازن. انتم كتدفعوا باختلال ديال التوازن، ما يبقاش هذا التوازن. اذا كتعرضوا المؤسسات للخطر، كتعرضوا البلاد للخطر، دافعين البلاد الناس ما بقاش كيثيق فيهم حتى واحد. اذا راه مشكله. اذا كيفاش بغيتي تمشيو البلاد؟ ما بقي لا تنميه لا والو، حتى غير فيضانات كانوا في الجنوب الشرقي وماتوا الناس وكذا، مدرسه وحده اللي كانت في واحد كذا دا مشات. وعلاش؟ واش تيكشف هذا الشيء؟ تيكشف ذاك التفاوت اللي بين المناطق، تيكشف العمق ديال البؤس والفقر اللي كاين في البلاد، الناس ما عندها حتى حاجه. الزلزال اللي كان في المناطق اخرى كشفت ذلك عره. النخب ديال الاحزاب السياسيه ديال الناس اللي كيسيروا في ليسان كيطوال، ها هما في ليزوطيل عندكم هنا في الرباط في مناطق اخرى، تيتلاقاو مع السبعه د العشيه الفوق، ها تيكميو السيكار وتيديروا اي حاجه وتينكتوا بينا حنا وتيقولوا غداش غنديروا معاه، اش غنديروا معاه؟ تيغوتوا فلان تيغوتوا ديك الجمعيه وديك النقابه وداك الحزب وداك كذا وكذا وكذا، وتيتامروا على الناس وتيتامروا على المجتمع 50 مليار ديال الدرهم سنويا، هو حجم الفساد في البلاد. الناس اليوم شتي الاجهزه الامنيه في الفنيدق، دابا البوليس كله معمر الفنيدق. علاش؟ كاين بلاغ ديال الناس ما تحرق، بلاغ الناس زعما باش تعرف الناس تقهرات ولا تيكتبوا، ماشي زعما كان الحريق بالسريه تيخبروا كيفاش يمشي بالليل يمشي ملي يكون الضباب وكذا. دابا الناس دارت اعلان. اذا هذا الشيء تيحاكمكم انتوما، تيحاكم السياسات ديالكم، تيحاكم الفشل ديالكم، تيحاكم الجشع ديالكم. خليتوا بلاد مناطق بلا طرقان بلا قناطر بلا والو، قنطره ما قنطره ما حتى حاجه، شويه ديال المرابط قنطره كذا، الطرق مغشوشه، المستشفيات الحاله ديالهم ديال الواقع ديال الصحه، راه كترقعوا ما كديروا حتى حاجه، كتجمعوا في الثروه. ملي كنقول لكم كتجمعوا في الثروه راه ماشي اتهام، راه حقيقه، راه حقيقه، راه مسؤولين منتخبين دايرين مقاولات من الباطن، تيعيط لفلان تيقول لي دير مقاوله كذا كذا وبعيد عليه وكذا ومن تحتها، راه كاين مقاولات تأسبيه البارح تلقاها خدات عرام ديال الصفقات، يلاه في عمرها عامين ثلاث سنين. هادشي بزاف، الناس يخرجوا ما بلحش ما بلا كذا، الناس ما عندهم ذمه ماليه مشبوهه وتيخرجوا تيديروا مع الناس، وحنا بغينا نديروش شو ما اش بغيتي ديروا؟ ما عندكم ما ديروا، خاصكم تشوفوا حالاتكم اش بغيتي ديروا؟ راكم درتوا كل شيء درتوه، ما خليتوا حتى حاجه. الاطراء غير المشروع شدوه داروا ليه الراق، حقا بغينا نجودوه دابا، جودوا الفساد ولاو تي كذا، لا القانون ديال التصريح بالممتلكات ما رجعوش، ضربت النجم